عليكم ورحمة الله. كديرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير في تمام الصحة والعافية. اليوم جبت لكم واحد التحلية وكذلك نحضر معكم واحد الفطيرة اللي كتجي زوينة وبحجم عائلي وسهل التحضير. غنبدأ بالتحلية باش تبرد. ندوز دابا المقادير. عندي واحد التفاحة، عندي نصف لتر حليب، عندي ملعقة كبيرة من السكر سنيدة، وعندي ملعقة كبيرة من كريم باتيسير. انا درتو باش يعطيني داك اللوين هكا كصفير، واللي بغى النشا فيدير غير ملعقة باش هاد التحلية ما تجيش عقدة، تجي كريمية، فدرنا غير ملعقة. عندي هنايا واحد فلون كراميل غير صغير، ولا توفر لكم الكبير فما تضيفو السنيدة حيت الكبير كيكون فيه السكر. عندي هنايا واحد بيمو ديال صابلي اللي شديته وقطعته هكا، واي بيسكوي بغيتو. وعندي هنايا واحد ديسير ديال الكراميل، الا توفر لكم فديروه، فما توفرش فبلاش، غير هو كيعطي واحد النكهه زوينه لهاد التحليه. غادي ندوز دابا، غادي نقطعوا هاد التفاحه ونطحنها مع نصف لتر حليب. صافي، انا بعد ما قطعت التفاحه غادي نضيف ليها داك نصف لتر من الحليب، غادي نطحنها ونرجع معكم. صافي، انا بعد ما طحنت هذاك التفاح فغادي نصفيه باش يتحيدوا ليا كاع دوك الشوائب اللي كيبقاو وديك القشره، حيت طحنت التفاحه بقشرتها. علاش كنصفيو التفاحه؟ باش دوك القشره كلها هي تحيد. صافي، دابا غادي نضيف باقيه ديال المقادير. اللي عندي ملعقه كبيره ديال كريم باتيسير، اولا تعوضوها بالنشا اولا بالدقيق اللي توفر لكم. عندي هنا جوج ملعقتان كبار من سكر سنيده، والحلاوه كتبقى على حساب الذوق. صافي، غادي نحركهم. وغنضيف هذاك الفلون كراميل، وديروا اي فلون بغيتوا، الفاني اولا اللي بغيتو. انا بغيت نديرها بذوق الكراميل. صافي، دابا غنرد فوق البوطه حتى تغلى ونرجع معكم ان شاء الله. وهنا بعد ما ضفت الكؤوس ديالي القليل من البسكوي، اي بسكوي بغيتو، اولا الا ما بغيتوش فبلاش، درتهم في هاد الكويسات هكا. صافي، انا بعد ما كتغلى الكريمه وكتبان لينا بحال اللي كتبيت عطات، صافي كنطفيو عليها. كنضيف عليها هاد الياغورت تاع الكراميل، قلت لكم الا بغيتو، ما بغيتوش هاد الديسير فبلاش، هو اختياري ولكن كيعطي واحد النكهه اللي زوينه. صافي، هنا كنحرك. صافي، هنا كناخذ الكؤوس وكنبقى نخوي على داك البسكوي. صافي، انا باش بعد ما صبيت الخليط في هاد الكويسات، راه خرج ليا 5 ديال الكويسات. دابا غادي نحطهم على جنب حتى يبردوا بحراره المطبخ، وعاد نديروهم في الثلاجه، ومن بعد تزين غادي نوريكم كي غادي نزينوهم. دابا غادي ندوز باش نحضروا معكم الفطيره. وعندي في المقادير ديال العجينه ديال الفطيره، عندي 3 الكؤوس ديال العنبه ديال الدقيق عامرين، عندي واحد المعلقه كبيره ما عمرهاش بزاف ديال سكر سنيده، عندي ملعقه كبيره من خميره الخبز، وعندي واحد ربع كاس ديال زيت المائده، عندي كذلك الملح حسب الذوق او حسب العزه ديال اليد. صافي، دابا غادي نجيب الماء الدافي باش نعجن هاد العجينه. بسم الله، غنبدا نخوي في الماء. انا كنعجن هاد العجينه، كل العجينه ديالها طريه. هاد العجينه راه حضرتها معكم في الفطائر وكذلك في الميني باكيت، غير هادوك دفت عليهم ديال الميني باكيت واحد المعلقه ديال حليب بودره، والميني باك او عفوا الفطائر ضفت عليها بيض بيضه. هذه خليتها غير هكا. هاد العجينه صراحه كتجي زوينه وخفيفه وطريه،
صافي ما غاديش نقصحوها باش تجيني فطيره زوينه. دابا غادي نجمعها ونديرها واحد شويه. صافي هنا بعد ما درتها فوق سطح العمل غندلكها شويه. شفتوا العجينه راه خفيفه، ما تكونش ثقيله وما تكونش كتلصق في نفس الوقت في اليد. صافي دابا غادي نجمعها هكا. صافي بعد ما دلكتها واحد شويه كيفاش كتولي خفيفه ورطبه. صافي غادي نجيب هذاك البانيونيت فاش عجنتها، غادي ندير فيه قطره من زيت المائده، غادي نغطيها بالسلوفان ونخليها حتى تخمر. ندوزو دابا باش نحضروا الحشو. وعندي في الحشوه ديال الفطيره عندي هنا واحد جوج بصلات ديال الحريف، راه كيبان لكم هكا صغار شويه، ولا عندكم بصله كبيره ديروها. عندي هنا واحد الدريس ديال الثومه، عندي هنايا الكفته ديال لادند، وانتوما الحشوه اللي بغيتو. انا عطيتكم فكره وانتوما اللي بغيتو، يا اما ديروا اللحم المفروم اللي هي الكفته البقري، اولا صدرت على الدجاج غير هو قطعوه رقيق. انا اختاريت الكفته ديال لادند. غندوز نشلل هاد البصيله. صافي انا بعد ما شلت هذيك البصيله رقيقه كنضيف عليها القليل من زيت الزيتون وقليل من زيت المائده، وكنخلي هاد البصيله كتشحر حتى كتهبط. هنا بعد ما تشحرت هذيك البصيله غنضيف عليها داك الدريس ديال الثوم. صافي بعد ما كيت هذاك الثوم كنعاود نقليها شويه مع البصله. اللي بغى يضيف لهاد البصيله واحد الطريف ديال الفلفله خضرا حتى هو مقطع رقيق، انت هاد الحشوه بغينا كلشي فيها يكون مقطع صغير كيف ما كتشوفوا. البصله راني قطعتها صغيره مزيان، صافي نقول لكم الا بغيتوا فلفله خضراء فديروها، انا بغيت هاد الحشوه غير بالبصله والكفته. صافي دابا غنمشي نبقى نضيف الكفته. صافي كنبقى نضيف الكفته هكا بشويه، وانا كنفرتتها حيت بغيتها تكون مفرتته ما تكونش هكاك مجموعه. الكميه على حسب اللي بغيتو، وهاد الحشوه الا ما بغيتوش فيها الكفته فديروها كذلك بالخضره كتجي زوينه. صافي انا بعد ما ضفت الكفته هكا كنبقى مفرتتها. صافي دابا غنبقى نزيف التوابل. نزيف التوابل نصف ملعقة من الخرقوم ولا رأس ملعقة على حسب الكمية اللي عندكم. عندي كذلك نصف ملعقة من سكنجبير، عندي نصف ملعقة كذلك من الإبزار، عندي رأس ملعقة صغير ورق ديال الكمون غير بحال هكا، عندي واحد نصف ملعقة كذلك من الفلفل الأحمر أو التحميرة، عندي الملح حسب الذوق، غنحرك هاد التوابل. صافي دابا غنضيف واحد الملعقة كبيرة مزيج ما بين القزبور والعيوس، غادي نحركها كذلك. حنا كنضغطو على ديك الكفتة باش تفتت مزيان متبقاش طراف كبر. دابا غنزيد واحد نصف ملعقة من الأعشاب المنسمة. صافي انا غادي نزيد واحد الراس ديال المعلقه ديال السودانيه اللي بغى الهريسه يديرها. عندي كيف قلت لكم قليل من الاعشاب المنسمه اللي عندي فيهم هنا الزعتر واليزير. غنعاود نكلي، بغيت انا هذه الحشوه اليوم حاره عشقتها تكون حاره. صافي
نكتب بعد ما طابت وتجانست مع ديك التوابل. فغادي نزيد واحد جوج فرماجات مثلتين اولا فرماج ديال الساندويتش اللي بغيتو. صافي غادي نخليهم هكا يدوبو في هذاك السخونيه عاد نحركوهم. صافي دابا غادي نمزجو هاد الفرماجات مع هاد الحشوه. صافي غنطفي دابا الغوطه وغادي نخليو الحشوه على جنب بيد الماء تخمر العجينه ونرجع معكم. صافي انا بعد ما اختمرت العجينه شفتوها شحال صباعه في الحجم ديالها وهذا هي كتخمر لان دابا الجو راه سخون شويه. صافي انا رش سطح العمل بالدقيق غادي نخرج منها هذاك الخميره. صافي غنحطها فوق سطح العمل. صافي غنشكلها على شكل كره من بعد ما فشيت من هذيك الخميره وغادي نجمعها بحال هكا. غادي نجمع شي خبيزه. صافي دابا غادي نبدا نقرصها لكن غنخليها هي واحد دقيقه تقريبا بيد ما تاع ترتاح باش تطلق ليا بكل سهوله. صافي انا بعد ما حيدت عليها داك السلوفان خليتها ترتاح تقريبا نيم دقيقه. صافي غنبقى نقرصها هكا بحال اللي كنقرص شي خبيزه ديال الفران لي سي انا بالدقيق باش ما تلصقش ليا فوق سطح العمل. صافي انا بعد ما طلقتها على شكل خبيزه غير يكون السمك ديالها مغليض مرقيق باش تجي زوينه حيت باقي غتنفخ لينا. دابا غنجيب واحد الطاوه فاش غادي نديرها. انا ما عنديش طاوه دائريه فغنديرها في الطاوه طويله. صافي انا غادي نهزها كتهز بكل سهوله. غادي نحطها في الطاوه بحال هكا ونعاود نقاد ليها الشكل الدائري ديالها. صافي دابا غادي نعاود نغطي عليها ونخليها تخمر ثاني مره اخرى تخمر مزيان باش تنفخ ليا. تقريبا ما تاخذش وقت بزاف شي ربع ساعه تقريبا ونرجع معكم ان شاء الله. صافي انا بعد ما كتعاود تخمر ليا ديك الخبيزه كنجي هكا كنخلي واحد تقريبا جوج سنتيم وكنبقى هكا ندير واحد الحفيرات بالصبيعات ديال يديا هكا الدواره كلها. حلق نتوما كدورو كتقدو الدوره. بحال هكا هاني درت الاولى كنعاود نخلي واحد جوج سنتيم كنجي هكا كنعاود الدوره الثانيه وانا كندور هكا الطاوله باش تجيني الدوره مقاده. داكشي باش الا عندكم طاوله دايره غادي تستحكموا فيها اكثر. انا ما عنديش فماشي مشكل حتى هادي قضيه الغرض. صافي نعاود تاني نخلي واحد جوج سنتيم نعاود ندير واحد الدوره اخرى. كنتمنى ان تكون الصوره واضحه وكذلك حتى الطريقه واضحه. صافي غنجي للوسط كذلك وندير واحد الحفيره هكا. صافي دابا غادي ناخذ هذيك الحشوه وغادي نشد هكا هذيك الحشوه وغادي نديرها في هذوك الحفيرات اللي درت بصبيعتي بحال هكا. احسن انكم ديروا يديكم باش تحكموا مزيان تخشيو هذيك الحشوه في الوسط بحال هكا. غنستمر انا بنفس الطريقه تنسالي هذا الشكل الحلزوني اللي درت.
نتوما الا بانت لكم هكا شي طريف ديال الكفته، داكشي باش قلت لكم الا درتو صدر الدجاج كتقطعوه قطع اللي رقيقه بزاف باش ما كيبانش لكم هكا كبير. وكذلك حتى الكفته انا هكا الا جاني شي طريف كبير فكنعاود نفرتتو بيديا. صافي انا بعد ما انتهيت من العمليه كلها درت في هذوك الحفر هكا ديك الحشوه، دابا غنجيب واحد الصفار بيضه، وعندي هنا كذلك واحد القليل من الفرماج احمر وموزاريلا. صافي هنا خديت صفار بيضه ودرت معاه قطرات من صوص سوجا باش كتعطيني داك اللويين زوين، وفي نفس الوقت كيحيد لي هذيك الزفوره. هنا عندي في هذا الاول غادي ندهنو هكا بهذاك البيض، غير هاد الحواشي اللي بقاو خاويين. بالنسبه اللي بيدير هاد الطريقه اللي غندير انا يديرها، اللي بغى يدير الكميه كلها هي غير بالفرماج فيستغنى على البيض. وراني الفران شاعله من قبل باش يكون سخون، هي ندخلو هاد الفطيره ونقصو عليها البوطه. دابا هنايا انا دهنت هنا بالبيض، غادي نشد القليل من البافو او الزنجلان ولا اللي بغيتو، فانا كيعجبني هكا هاد البافو، غنديرو هاد الجنب اللي دهنت بالبيض. هاد الجنب كله غادي نجي لهاد الجنب، هاد الحاشيه اللي بقات بعد ما درت هنا البافو غنشد هاد الحاشيه الاخرى، غادي ندير الفرماج. ولا بغيتو هاد الحواشي كلهم بلا ما ديروا فيهم هاد البافو والفرماج، عفوا البافو والبيض، فديروا ليهم الفرماج كيجيو حتى هما زوين. انا بغيت النوع باش يجي حتى الشكل ديالها باين. صافي غنستمر بهاد الطريقه، هادي غندهنها كذلك بالبيض وهادي الفرماج. صافي كان هذا هو الشكل النهائي ديالها. غنرش عليها دابا واحد القليل من الزعتر والازير او غير الزعتر اللي بغيتو، انا عندي هاد الاعشاب هكا مخلطين. صافي غادي دابا ندخلها الفرن، غادي نقص عليها ملي تطيب غادي نرجعو باش نوريكم الشكل النهائي ديالها. وهذا هو الشكل النهائي بعد ما حمرناها في الفرن، راها باقا سخونه. شوفوها كيفاش كتجي رطبه مفشفشه وخفيفه، باقي سخونه، هزيتها هكا حتى شفتها تحمرات كذلك من التحت. دابا غادي ندوزو باش نحضر طبق التقديم ونرجعو معكم باش تشوفوها من الداخل. وكانوا هادو هما الاطباق ديالنا ديال اليوم. التحليه كيف ما شفتو راني زينتها بالقليل من الكراميل غير ديال اللي كيكون في العلبه ديال الفلون وبيبي شوكولا. نوريكم القوام ديالها من الوسط كيفاش كتكون كريمي رائع. شوفوا كتجي واحد التحليه اللي زوينه بزاف. دابا غادي ندوز باش نحل معكم اولا نقطع معكم هاد الفطيره. بسم الله شوفوا غير الطراوه ديالها فاش كنخشي هاد القطاعه، كتجي الصراحه روعه روعه. بسم الله شوفوا كيفاش كتجي واحد العجينه اللي مفشفشه محمره من التحت، كتجي خفيفه بزاف. انتوما شوفوا كنتمنى انكم تجربوها، شوفوا العجينه كيفاش كتجي رطبه من الداخل، كتجي واحد الفطيره اللي صراحه رائعه وكتوجد دغيا. هذا هو الاهم انها كتوجد دغيا ما كتاخذش وقت بزاف. كانت هادو هما الافكار ديال اليوم على المائده ديال الفطور ديالي. باش تزمن هاد الفطيره دغيا كتحضر، دغيا ما كتاخذش الوقت بزاف. كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم، تبارطاجوها مع الاصدقاء والحباب، دعموني بلي لايك وبلي اشتراك وبالضغط على الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديال القناه ديالي. وبصحه فطوركم ان شاء الله الى فيديو اخر ووصفه اخرى، ونهاركم مبروك، الى اللقاء.